تعاطى التحول خافي. شوف دم كيف ينقص بس. عطى موت عطى والله يا كمية جلد خرافية. اللعبة ذي اللي حب ألعاب السولز مستانس كثير بينبسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد، واليوم شرح عندنا لعبة نيو 2. طبعا لعبة من الألعاب البلس الشهر الحالي، فعندنا لعبة نيو، لعبة من ألعاب السولز. إذا أنت تحب ألعاب السولز، طبعا هذه عندها يعني خلينا نقول ميزة إضافية، إنها تكون مثلا خلينا نقول إن في عندك خواص أو قدرات إضافية تساعدك أثناء القتال، لكن في الأساس تعتمد فيه بشكل كبير على نظام السولز، يعني بتقتل وحوش، تأخذ النقاط وتقوي نفسك على نفس النظام هذا. طبعا ما اختيار نوعية السلاح ونوع القدرة اللي انت تبغي تستخدمها وانا اختار القدرة هذه حقت الثعلب. في قدرات ثانية تاخذها، وفي حطوا في الجزء الثاني هذا في نيوتو حطوا اشياء اضافية تقدر تستعملها اثناء يعني قبل لا تتحول للشخصية او خنقول للوحش او خنقول القدرة حقتك، تقدر تستخدم اشياء ثانية تساعدك كثير اثناء القتال. فخلونا نبدأ ونشوف طريقة القتال في لعبة نيوتو. طبعا لما تبدأ اللعبة راح تجي هنا يفتحك زي الماب هذا. طبعا انت كنت في التوتوريال هذا تخلص منه، تجي هنا اللي خلينا نقول الماب اللي هو يبدأ من ليفل 1، اذا خلصته يجيك الماب الثاني، اذا خلصت هذا يجيك ليفل 10 بعدين يبدأ على بعده. طبعا هذا مكان زي التحدي، اذا خلصته تاخذ عليه يعني اسلحة واشياء اقوى من الاثاث اللي عندك قبل. فندخل الحين هذا المكان ونشوف ايش راح نحصل فيه، ايش راح نحصل من اغراض من اشياء داخل المكان هذا. طيب قبل أن نكمل لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. طبعا عشان هنا أول تبدأ المكان فيه زي هذول تخصم تستدعيهم، وإذا هزمتهم راح تحصل على أغراض منهم. يفضل مثلا أنك مثلا زي الأزرق هذا تستدعيه، هذا شخص يجي يكون قوي مثلا أقوى منك مثلا تقريبا، يساعدك في أن يقتل مثلا الخصوم اللي هذوليكم. فخلنا نسوي استدعاء مثلا هذا. طبعا هذا اذا قتلنا احنا راح نحصل منه على سلاح او على قطعه على حسب الشغل اللي معاه. استريح يا عم استريح. فخلنا نقول مثلا هذا تدعيه مثلا هذا الشخص. طبعا هذا الشخص اللي انت تدعيه حتى لو مات هو راح يطلع لك اغراض لو هذا مات نفسه. فخلنا نقول احنا جبناه مثلا، بدنا اي شيء قدامك تضفه بتخليكم احنا طريقه القتال. خلنا نقول هذا طبعا هذا وحش مسكين تو كذا يعني لسه صغنطوط عقلتهم. طبعا وانت من خلال قتالك للوحوش طبعا معطي لك هنا وحش يعتبر قوي شوي، اذا انت تبغى تقاتله قاتله، اذا ما تبغى براحتك. يعني زي ما تلعب لعبه دارك سولز لما تبدا يجيك وحش خرافي قدامك، اذا انت تبغى تتضارب معه يعني اما راجع لك نقول احا. فبنحاول الناس بيقولون احنا اللي هزمناه وقدرنا احنا نشارك القدره حقتنا الخاصه، راح نحصل منها يعني هجوم مره قوي على فكره. ايوه زعلان. هلا زعلان ما غدا والله الهجوم. اوف هلا زعلان ما غدا. خلنا نبدأ لنا شوي. ايوه
الله شف كمية اللوت يطلعها بس شيء خرافي من الآخر. طبعا تاخذ القدرة حقتها هو زيادة القدرة هذه احتاجتك انك تسوي هجوم افضل من قبل عرفت. طبعا اذا انت ما حبيت انك تهزم الوحش هذا تقدر انك بكل بساطة بس انك تتجه هنا على اليسار هنا تحصل طريق ثاني شوف تجمع هنا هذا طريق ثاني اذا حبيت تضرب البوس من حال اذا بتكنك تهزمت البوس راح تحصل طريق مختصر. طبعا طريقة القتال فيها رهيبة صراحة اللعبة فيها ضرب الباري حتى يعني وذا يعني في شغلات مرة كويسة. انا ابغى بس اوريكم طريقة التحول حقتها التحول حق فخم يا شيخ الى ابعد حد. الان عندنا هذا الوحش الحين ابى اتحول شوف كمية الدمج اللي بعطيها هي بس ما في الا قوة جلد. القوة ذي اسطورية يعني لما انت تتحول وتجمعها اوف كمية الجلد اللي تجي مو طبيعية. الحين وصلنا للبوس فالحين بنطلع القدرات اللي حصلناها طول الطريق. ايوه وش ذا المكان؟ وش ذا؟ ايوه قول 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 وش ذا دام يا البوس قول في المواجهه في الوحش الخافي هذا. عطى التحول خافي شوف دم كيف ينقص بس عطى والله حرقت حراق موت يا عم بس موت عطى والله يا كمية جلد خرافية. اللعبة ذي اللي حب ألعاب السولز مستانس كثير بينبسط. صح خامة من الآخر صح بتنبسطون كثير في لعبة نيو خصوصا في قدرات راح تسهل عليكم اللعب في ألعاب السولز يعني مو زي ألعاب السولز العادية ما فيها أي قدرة بس تبني على تكنيك أنت وخلال القتال أو خلال الاستراتيجية تواجه فيها الوحوش نفسهم لكن هنا عندك قدرات إضافية راح تسهل لك الموضوع شوي. فهذا كل عندنا في هذه اللعبة أتمنى اللعبة عجبتكم يعطيكم العافية متابعة نشوفكم إن شاء الله في لعبة قادمة يعطيكم العافية وتصفون من اللايك والاشتراك نشوفكم إن شاء الله في المقطع القادم يعطيكم العافية مع السلامة.